أفادت وسائل إعلام تركية أن حوالي 12 شخصا أصيبوا جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة في محافظة مرسين جنوبية البلاد. وأفاد شهود عيان أن عملية الهجوم حدثت بعد قيام مجهولين بإلقاء القنابل على سيارة الشرطة التي كانت موجودة في أحد شوارع المحافظة، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث بالإضافة إلى سيارات الشرطة وشاحنات الإطفاء.